هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. ولا دومي اليوم الفيديو بديناه من غرفة حنوش. اليوم ورد اسوي حملة على البيت كاملة، حملة تعزيل وترتيب وتنظيف، لانه كلهم راحوا للمدرسة وللروضة انه راحت. ها اي، وادم يريد اغير له الشرشف مالته، نسويه مال البال زين، يريد هذا مال البال مال الطوبه. هنا عندي طبعا انا مستغله هذا الباب الكنتور مال حنوش، خاله بيه كل الشواكيت الشتويه، لانه عندي ما شاء الله خير من الله شواكيت. هسه راح نحتاج، صار الجو بارد اليوم شموسه، دور شاكيت خفيف. قالت لي ماما طلعي لي شاكيت خفيف. هنا ما عندي، بس كلش ثقيلات، يعني الكوتات مالتنا الثقيله هيك، هاي الستار قماصل. فهسه اليوم لازم اطلع لها من المخزن شاكيت خفيف، لانه الصبحيه برد. ماما واو كيكت، الصبحية عندنا الجو بارد والله، وبالليل هماتين شوية يبرد، بس بالغرف مرات نشغل البنكة زين. فيلا خلونا نبلش اغير لهم الشراشف اول مرة الادم والحنوش. هاي شنو جدا تراويهم؟ ها جديد ها هسه الحمد لله كملت غرفة حنوش وآدم، نروح لغرفة البنات. ولا هي شموسة البارحة ما قفل، يعني ما عندها شيء، بس خلي هماتين نستكشف وراها. هاي هنا ملاعبهم شغلاتهم. خلصنا بالغاية غرفة ششة، بارحة هي منظفة طبعا، بس هنا عندها الرسم ما شاء الله شو مسوية بينا. هاي عندها لوحة بعدها ما كاملة، دول اثنين كاملات. هاي الألوان تستخدمهم باش مسوية بالميز، بس هي خالة هذا النايلون حتى تشيله يعني من يتوسخ، فما عندهم يعني شغلات هواية. كم شغلة راح نسويهم؟ اليوم انيتا شويه طولوا الوقت عليها، خلوه هسه بيش الساعه والله كن ب 12 11 ونص هسه حاليا. هسه راح يجيبها محمد، اخذ ويا ادم الحمد لله خلصت من عده، كان يفتر ويونون فوق راسي. فهسه خلوني اكمل على السريع قبل ما يجون، خلص غرفه البنات وبعدين نروح هناك الممر والمطبخ. جتي انو جانا بوست، تعي انو سلمى عليهم. ايش تتوقعون شنو هذا البوست؟ خلينا نشوف. ها انو اليوم شلون هالروضه؟
دينا. ايه؟ يوم كم ساعة خلوش؟ هواية؟ ساعات يوم. تعال خلينا نشوف هذا البوست شنو جبتي لنا. اعتقد الامتحان. الامتحان. ام تيست ليبن ان دوتشلاند مت نوينسين فور الغائب. نجحت اخيرا. هذا امتحان السياسي نجحت به الحمد لله. شوف سبحان الله. طبعا انا قبل الامتحان ما يسوون هذا امتحنون امتحان بدائي فاخذت 19. سبحان الله نفسها 19 جايه هنا. ايه هو من 33 الامتحان. تغيس ايش مالته. الحمد لله والشكر هم ونزال. شوفوا ايش قد طبعا اكو حكوا علي وقالوا انه راسبه وما تقول نجحنا. يعني بشهر العاشر راح نروح شنو. الف الحمد لله والشكر. شوفوا 17/8/2022 يلا طالع البوست من عندهم. واحنا سوينا امتحان السياسي 22/4/2022 اوكي فنجحنا الحمد لله والشكر. هسه وين وصلنا؟ خلصنا نص البيت تقريبا. بعد عندي المطبخ وغرفة النوم مالتنا والصحيات. خلونا نشر الملابس خلصنا وبعدين نرجع نكمل. حكيت لكم عن هالماسحه قبل. هي على الحراره على البخار انه اذا عندكم بقع بالقاع بس تخلوها فد شويه بين ما تبخ عليها بخار راح تنشلع بسرعه. اي هلا هسه هنا انا عندي ما اعرف شو ملزقين الجهال. يعني العده جهال بالبيت يحتاجها ضروري.
هاي صوتها وخر دودي وخر. سنونك حلوات وخر امي. هاي ماما العربانة، هاي السيارة اللي تجي بيها لي. هسه خلصنا الصالة الحمد لله، بس نبخبخ شوية أكثر. هسه تعالوا غرفتي. لا لا هاي المخدة طبعا تذكرون اشتريتها العام من الايكيا، مو ايكيا، اي ايكيا صح. وجه بارد ووجه حار، هذا شتوي وهذا صيفي، بارد كلش بارد ثلج، فكلش حلوة. هنا أنا حمام الضيوف، خلونا نعزله وننظفه. ما بيشي هو بس شوية تعزيلات. هسه خلصنا هنا كل شي نظفنا. ما بعد الراد لمسح جت شاشة كل هالباب. هاي عداوة الضوء وياي شنو؟ تعاي حزري شنو جا اليوم؟ حزري يقولون بسن قدولت دائما. ها؟ ترع؟ لا بس بعد شي كل ما نخبر يقولون بسن قدولت. شاين؟ البوندس امت. بس؟ هاي شبيج؟ ايه؟ صدق؟ شو هسيج؟ إلي خاص بيا. إلا دي بي أينستينكس. والامتحان تعال شوفي. فضلي. شوفي أنا قد شاطرة، ما عباك بس أنتي شاطرة. أنا هم شاطرة. ليش ماما؟ بس على كيفك عاملين هنا برقة باعي هم شلون جايبين هنا بوست. شوفي. ليش
هاي خوش. هاي هيك ذن البرنص لنا ذني وياهن. دنيا عجبني. عادي يكون اسمك؟ عادي. اوه. بس. يا. ما اعرف شنو سوى جيبسون فلذلك ماما او ماي جود والله نايتسم اوه. اي والله واو 99 نقطة طبعا من التست من 100 طبعا هنا اكو 100 نقطة واخذة منها 100 نقطة بش بغيشن عيني بش بغيشن هو الامتحان من 33 النجاح 16.5 يلا يقدر ياخذ جنسية فالنجاح هم مرات يقولون 15 عادي ناجح بس للجنسية إذا يريد يقدم لازم 16.5 يعني أكثر من 16 أنا الحمد لله ماخذة 19 بالسياسي فهذا لازم تمتحنونه حتى تقدرون تقدمون على الجنسية بألمانيا أوكي أصدقائنا والحمد لله والشكر أجنب وقتهم هسه بقالنا المطبخ يابه زين هو ما عندي هواية بي شغل لأنه البارحة العصر أنا منفة زور المواعين نشفهم الباقي خليتهم بالغسالة دا تشتغل هسه الغسالة الحمد لله ما عندي هو شغل طبخ اليوم ما راح أطبخ لأنه ما لحق شفتوا اليوم تنظيف عميق وهاي خلص الوقت راح محمد هسه يجيب لنا غدا من برا هاي احنا عود البارحة عطلة وشموسة نظفت غرفتها وحنوشة مكفكف شوية بس يعني تعرفون مو مثل ما انا نظفت اذا ننتظر الغدا خلاص الشحن متنا من الجوع متت مني الجوع يا رب متت مني الجوع بس خلي هذول الشراشف بعد هذا الحمامنا الثاني ما شفتوه بعد اخلي الشراشف بالغسالة شوفوا ايش قد طلعت شراشف حخليهن وعندي وجبة اطلعها ما اخذها شرها وهاي اكمل البيت طبعا الجهال هم كل من يعزل غرفته بس ما يبدلون الشراشف ما يعني يشيلوهن يعرفون انه وسخات له نظيفات فهذا لازم مهمتي كلها البردات اعدلها غيرها مرات والشراشف هم شفتوا اليوم كلها غيرناها مال الكل هسه هاي وجبة مال شراشف ووراها وجبة مال خاوليات هم شلت الخاولي الوسخ من هناك من التواليت هذن المناشف هم كلهن شلتهن راح اغسلهن ورا هاي الوجبة المشكلة احنا عندنا وين ننشر انه بيقولون انتوا بالمانيا وينشرون لعد شلون بالمانيا ما ينشرون صحيح اكو مجفف اكو جوا مجفف بس شي نزلني وشي صعدني طلحي الناشفات بس هسه لازم انزل مدام شراشف هواية لازم انزلها اللي جوا وان شاء الله على الشتا هذا الشتا لازم اشتري مجفف هنا أنا اخليه فوق الغسالة ان شاء الله هسه تعالوا اخذكم جولة بعد ما خلصت كل البيت نبدي من الباب البرة بابنا البرة هاي هنا احنا حاطين علامة لان بيتنا بكاميرات زين نوب تدخلون هذا المدخل هنا المو حلو انه على اليسار غرفتنا مال النوم على اليسار غرفتي مال النوم وعلى اليمين الدبليو سي مال الضيوف هاي شوفوها هاي للضيوف ها في جينا واحد حتى يتذكر انه اول ما يدخل من باب البيت على اليمين الصير الدبليو سي على اليسار مو تطبون هاي غرفتي وهاي يعني نجي هنا ندخل وين يروح هنا مكتب محمد الشغل وهنا المطبخ هذا مطبخ المتواضع اللي اللايفات والطبخات كلها تطلع من هذا مطبخي هنا الصالة شفتوها
اجى الاكل وصل الغداء متنا من الجوع. هنا طبعا خليت هذا الجهاز مال المشي لانه هسه بوقت الدوام مو دائما الحق واروح للرياضه فامشي هنا مرات ما امشي زين. وهاي انه وهاي الجهه الثانيه مال الصاله. وهذا دومي الحلو. يلا قل لهم هلو هلو وشلونكم؟ نمنم. اي راح ناكل نمنم وسوي يا ابطال. سوي يا ابطال. يلا هنا اكو مدخل ثاني. هذا هنا انا قلت لكم الحمام مالتنا. شوفوا يعني حمام دوش وهماتين تواليت. يجي هذا مدخل هنا غرفة البنات. هاي منو؟ عايشة عشة ولافي. هذا لافية تبنى حطنا في طاسة وسبحنا. هلا هلا هلا. هاي غرفة البنات هنا. انه بنرجع نطلع غرفة الاولاد. حشوش وقدومي نظفناها وياكم من الصبح. هاي هنا حشوش ينام فوق وقدومي جوه. هذا دومي. هنا أنا عندي مخزن هماتين خالة بالملابس اللي ما ألبسهن دائما. هاي الأحذية الشتوية الشغلات. هاي زولية هماتين تخلى جوه الطبلة كلهن لأني ما يعني ما أحتاجهن ما ألبسهن دائما. وأفكر إنه هم لازم أطلعهن أشيلهن. هذا لوفي شافوه ويا شاشة. هسه هاي اليوم سويناها بناء على طلبكم وهواية من متابعين. طبعا انتم جدد بالقناة فقالوا دنيا سوي لنا جولة ببيتكم. فاليوم صارت جولة ببيتنا زائد تنظيف عميق. ان شاء الله عجبكم الفيديو حبايب قلبي. لا تنسون اللايك للفيديو الاشتراك بالقناة اذا مشتركين. فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. احبكم كومات وانتظروني بالفيديو الجاي. باي باي.